مرحبا، مرحبتي وسهلتي. مرحبا، تشتاري فيك ياك لباس؟ مرحبا زيدو، ما هو مهد بريطانيا؟ يا ولد كيف شنو كيف كيف بارك، جابوا دمو؟ مرحبتي بيك، مرحبتي بيك وسهلا. تشتاري فيك ياك لباس؟ انا قاعد ما عندي ما نطول حتى باسكو مسافر شوي وعندي شنو مشاغل. بارك، سفر سعيد ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله. اذا انك قاعد، لا واش ما اللي قد يتكلم في الموضوع بك اللي عندك خبره في الخارج وتعرف ذاك اللي يخلق في المعارض الدوليه، عندك فكره عن اللي يخلق، والله ذا اللي يخلق ملي، والله شي ملي وقال اللي احنا عندك. تفضل. احنا قاعد لا حد يكبروا عن قدو، لكن هم اللي تكسبوزي يجي حد يعرض يعرض يقول لي الاندستري يقول لي قدام حي كيف تاش كيف يعطيك لي مثال عن المانيا. المانيا لا قاسوا لي يقول لي قاسوا العينه ان اكسبوزي اللي جوا تاتهم يعرضوا تاتهم يعرضوا اللي عندهم طياير هم يعرضوا كامل. هي قال رأي خرص حد هذه الافوار معدله لاش ما معقول عنا نمشي وقتها يا اخوتي هذا الحق نطور عنه شوي. العقليه مشكله العقليه مزات عقليه الخيام عقليه الخيام ووصف قولي وصف الرئيس ما تيامو عضك شنو فايت الرئيس بما توصفهم يا اخوتي يا الموريتانيين فهموا ليه جاب هذا الاخضر كتيا قال لك عن احنا الناس اللي بالخارج خاصة نرجعوا لموريتانيا ونجيبوا الفضه ونقسموا عليهم. هو الفضه عندكم موريتانيا، احنا نقدر نجيبوا لكم العقليه ني تبدلوا انتم عقليتكم اللي عندكم فوضتكم اللي مطروحه في موريتانيا اللي ماشي بها يقول الوزير الداخلي يامس كاري طايره ماشي يقول يستدر بها ترجع لكم يسول عنها. احنا نعطيكم لا العقليه اش كذا ما معطي لكم يا الموريتاني يعودوا عارفين عنكم أحرار رئيس الجمهورية ولا الوزير الأول ولا الوزير الداخلية ولا الشيف ديتا ماجور يخدموا للشعب الموريتاني ولا يقرر فيكم راجل ولا تقرر فيكم امرأة عنه بنالكم قدرة والله بنالكم حياط والله بنالكم شيء صحيح. وهذا فهموه منين يعدل واحد يعدل يقول لي رئيس والله يعدل شيء بموجه صالح يوقف عليه صحيح. شوفوا عدوا عارفين عنكم دولة موريتان عايشة مش ينقالدوا الصدقة دولة عايشة من الصدقة. اليوم الجزائر عاطتكم 42 طن من لو كيلو شراب يا أخوتي كلكم يقدم على رأسه ويتخمم 42 طن من لو كيلو من الشراب وانتم دولة أقنى من الجزائر 42 طن إلى انطاط قاع الموريتان إذا قاع اللي لا يتكفيله كم ينهار قاع قاع مو ما كان هو ما كان في شيء اذا سابقوا 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 شفت خارق نقطه هون عندك فيها الحق لانه نحن اللي في الخارج نقدروا نساهموا في تغيير العقليات. يلا نحن اللي في الخارج نبذل جهود ونخلقوا جسور للتواصل مع المواطنين من اجل تغيير ذوك العقليات. يا غير الاخ قلت على انه إذا قدنا نجيبوا لهم مشاريع الأول كانت تعدل الناس تقيس الخارج أغلبية رجال الأعمال اللي موريتان اللي عقبوا خلقوا فيها مشاريع ياسر منهم كان يشتغل في الخارج فتن والرقيبي يرحمه كان يشتغل في الخارج وجاء ده فهم عندك الحسن طبعا عندك سيد محمد العباس أنا فهمت له معناه نحن بيضان وموريتانيين كاملين عندنا مثل ينقال تنتقم تفاهمه حتى يقول لك ملي شوف لقيتني انت رقعتها لا بد من تعود الدوله مؤسسه على اسس ذمت اياها دوله تقول لي ادارات دوله مؤسسه على شنو قالوا لدروا القانون والشريعه. نقيم انا اليوم ونجيب معايا نصاره والله نجيب معايا شريكه من الخارج لا هي تجي لموريتان وتشقل فضلته وتشقل ولاد موريتان يجيني واحد يقول لي تاكي باطو مخنز ويلحس عليا صحيح ويسرقها عليا يعود سارقها مع اخو الرئيس والله سارقها مع ولد عم الرئيس والله قريب ماذا عنها شوف حاني شوف سابقه نجيب انا شريكه وسابق تجيب انت شريكه وسابق يجيب واحد ثاني شريكه ذا اللي عند الموريتانيين اليوم ذا اللي عندهم اللي اعطاهم مولانا
قانين احنا كاع نجيبوا معنا النصارى. يقارب شر قانين يقارب شر. خالق راشد، خالق راشد رحمه الله علينا وعليه، وكنت دائما نقولها ودائما نعدل بها لايفات هون، وخلعنا الموريتاني ما فاهمينه. الموريتاني ضاحكين في العالم، ما هو باي العالم، والعالم هو اللي ضاحك فينا نحن. ما هو باي بيخ الله يرحمه، باي بيخ نعرفه قولي في نواذيبه. ونيت عاد يتكلم لكم في التلفزه ولا كام، الناس تضحك فيه ويضحكوا، ينعت واحد يقول حلق ويضحك، هو ضاحك فيكم انتوما يا مسالم مولانا. حد عنده ذا البحر ما معقول عنه يفقر، امبوسيبل. معاك فيها هذه امبوسيبل، يقول يقول ما هو معقول. اهل الشرق ذوك اللي في الحدود، وهل ما نعرف منين في الحدود يقول ثانيين ليتهم ياكلوا منه يشربوا ماريزون هذا. شوف داي مين يقول هالكم، إلين يقول هيك يضحك واحد يضحك فيه وتضحك واحد يقلع عنه بهم الشعر عادين، يقولي لا يقولي أنكلون. هو المضحوك فيكم انتوما العقلية ما كن فاهمينها. صحيح. إذا كانوا كان الشعب الموريتاني فاهم عقلية باي بيخ رحمة الله علينا وعليه، رأي له بعد ما نبني معاه دم ولا قاع. الله يرحمه، ما نبني معاه دم ولا قاع. هو عبقري، هو ذكي. أنا معاك في هذه. هي شوف حاز عليه واحدين، علي نقول لك انا لا بوليتيك عدل الموريتانيين، حاز عليه وحدين اياك العقليته، هو ما تخش بالعقليه الموريتانيين وعاد يضحكوا فيه ضحكوا. يقول شو حق الله، عاد معدل هو مسكين رحمه الله علينا وعليه. ذا اللي يقول كامل لا الضحك، ذا اللي يقولكم هي حقيقه التمر الموريتاني. اقول لك بعد، باي بيخا ساهم في تغيير العقليات، جاب ياسر من الناس للصيد التقليدي، ودخل ياسر من الناس البزنس، ما كان عنده شيء. ولو 40 سنة أنا الحمد لله عندي شيء 50 سنة ما أعرف أنا إيش شيء حانيني. أنا نعرفه ذاتا شخصيا، نعرفه من والدي، نعرفه من والدي مزال صغير له شيء 40 سنة هو في هذا الخطاب. الله يرحمه ورحمته الواسعة. ذا الخطاب هذا لا مثال رقاج واحد. شوف يا مسالم مولانا، عندكم الذهب، عندكم البترول، عندكم غاز، عندكم الحوت، عندكم المعادن، واليوم يا مسوى لامس. شو انتم الناس اللي في الخارج اللي نشوفه توجعني مرارتي، مرارتي توجعني. شي من الناس واقفين من المغرب هما سهارة موقفين عند قدام بوتيك، ياك يجوا يشتروا كيل من مارو ونص ولاط من دلوين. هذا يقبل شين الأخلاق. معاك في ذاك، معاك في ذاك. والدولة توقف الكومونات يا بوزيرة وزراها كاملين، ووزيرها قولي ذا الدار قولي راكور ميكرو قولي بحشيشتو، ويقول لك نحن الدولة والأسعار وكذا وكذا. الأسعار يا الموريتاني اللي نقول لكم أنا مسألة وكردوها اليوم يوم 2 في أكتوبر، اليوم من هون السهر والله شهرين، من هون السهر والله شهرين، اللي تشعود فما تياها لا فامين في موريتان، المجاعة في موريتان. هذا قايل الكوان. هذا هو خير. أنا أتمنى الموريتان الله الخير. يا خير يا شنو هم هذول البريف اللي عندك اللي على أساس مقاعد عن لا فامين قد خليك دانديه ما موريتاني والله قاعد دانديه، شنو الاسبة بريف لكم واضحين شنو بريف الأسعار واعدين السماء. حنقول لك كنا لين نتكلموا في إكسبوزي، يا قايل لين جابك على النقطة لأني مهم عندي رأيك. ها يعني انا وفي تطرحت لي سؤال اللي نقول لك عن البروكوا هذا شفناه، الاسعار واعدين السماء. شو داري تقول؟ الاسعار واعدين السماء، الشغله ما هي خالقه حنيني. الاسعار واعدين السماء، تطرحت لي سؤال اللي نجاوبك فيه، وانت قاعد في دارك في صالونك وانا قاعد عند الشغله. معنا مالنا واحد. نقدر نتعود تبغين نقيس الشغله مال نقيسها ونقعد فيها نتكلم معك بعد اقول لك اخلاقك. انت فهمك عندنا مالنا واحد، معني انا في الشغله اللي نقول ذا القاي، والى بقيت مره ثانيه نعود انا اقول قاعد انا اقول في صالوني ديك الساعه نشد معك الاخبار. شوف المهم طرحت لي سؤال، طرحت لي سؤال اللي نجاوبك فيه. شوف والله الجواب قد تشوف كل موريتاني، والله كل موريتاني الجواب ذوك هو قدام. اولا الاسعار واعدين السماء، لكن فهمتوا الشغله ما هي خالقه. الدوله الموريتانيه انتيتي يسالها من الديونات اللي اولادك انت واولاد اولاد اولادك واولادي انا واولاد اولاد اولاد اولادي مات لا ولا يخلصوا. دور يخلصوا ديمي ترامب ان شاء الله. هذا قلنا هذيك الساعه، قلنا
معاويه قلنا لا يخلصوا، جانا قولي ولا عبد العزيز قلنا لا يخلصوا، دارك القزواني لا يخلصوا، وذاك المشوي مولي ذاك المشوي ما فاتش منه اي رايحه، ذاك المشوي ما فاتش مول الموريتاني اي رايحه. شوف يرانقو الموريتانيين مسكين الضعاف، يرانقو على بوتيك ياك يجبروا ليله كامله، ياك يجبروا كيل من مارو، كيل من مارو ونص ولاط من دلوين. هذه 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 مساله. ثانيا المساعدات اللي جوك، ما احنا اذا كانت ما فينا نفامين والله حاسين بين فامين، ما جينا مساعده من الجزائر، جاتكم واحده عام ديروا شهر ولا اثنين وانتكلت، وجات واحده من الامارات وانتكلت، وجات واحده من عند الجزائر اليوم اليوم. ولا نقول لك انا وراني نختار نجبر اي فقير موريتاني، اي فقير موريتاني يقول لي استسلمت من عند الدوله الموريتانيه ما هو كذا وكذا، الى جاهم كيلو والله كيلين من مارو يصفطوا عليه نهار واحد، يتعشاوا ليله ما تقداوا نهار من قد. هم المسائل خرصوا من حد من بعيد، خرصوا من بعيد، وكل ليله يوقف لنا وزير وزير ويكذب ذا اللي قال الرئيس، ويكذب ذا اللي قالت الحكومه، ويكذب راسه، ويكذب المسائل ذوكم قدام وينقال يشوف كيلو من مارو راهي واحد السماء. لا يفرصوا التجار عنهم ينقصوا الاسعار وهما ما عندهم ان كونترول عليه. زين. انه اوكان كونترول. انا اللي المساله شاريها ما هو كذا وكذا، نبيعها ما هو كذا وكذا. قضيت الاسعار. هذه مساله. اذا كانت دوله موريتان فيها الرجاله وفيها العلايات اللي متفتحين متفتحين قلت لك، ما يوقع ذا اللي وقع. يامس وزير الداخليه كاري طائره اجنبيه، طائره اجنبيه ماشي واحد بها سيدي بابي، وراهم اللي ممشى ما مشى شهر سيدي بابي هاو شهر الاخرات مخلص عليه، عنده عليه بريم، خالق بريم فما تاع معطيانه فوق خلاصه، بريم دي فواياج، بريم دي ديبلاسمون، عنده ديك لا بريم اللي وافق عليها البرلمان ذاك النهار. وهما ماشيين يمتلاو البناهم يمتلاو يمتلاو اللي هما السياسيين، والشعب الموريتاني مجوع ومعطش، واليوم عليه ديكتاتوريه. يعني تعود انت قاعد اليوم في نواكشوط ما تقعد عدد لايف وتسمي الدوله الموريتانيه ما نحاز عليك. انا عدد لايف، عدد لايف لما ما تقعد تسمي الرئيس الجمهوريه ولا تقعد تسمي يقول انا انا رئيس وسميت الوزاره. لا ذاك مو حق. لايف لا يمشي لك، لايف موجود لا تقول لي مو حق. ذاك سمعته ما يقعد اليوم يتكلم راجل ولا تقعد تتكلم امراه ما نحاز عليه وشكرف. شو الصحافه انحبست الناس اللي قعدوا لايفات انحبسوا. والبقرون والبقرون صنت انا والبلقرون بلقرون والبلقرون صنت الله نقول لك. آه شوف انا في لو مواد جويه كنت في موريتانيا وراجع على ذي لو مواد اكتوبر ان شاء الله. لو مواد جويه عدلت حلقه لايف ومزيت على صفحتي عن قضيه القوانين ذيك، قوانين ذيك اللي تحمي الرموز والروايات، وانتقدت الحكومه وكريتيكيت الايكونومي لا بوليتيك ايكونومي ولا بوليتيك دي سانتي ولا بوليتيك دي ديكاسيون ولي زينفراستركتير، وانتقدت الرئيس من راسه. ما خالف هو ما خالف شي صالح. انا قاعد شوف انتقدت انا قاعد شوف نتعداك انت برك، نتعداك انت شوف لين نتعداك انت، تعدي لك انت برك مباشر، تعدي مباشر. اذكر لي مساله واحده ان سب سكتور موريتان صالح سكتور واحد. شوف شوف انا اولا انا ماني الحكومه وانا معارض كيف تاكنت غير الفرق. انت مواطن موريتاني. كايس حنين انت مواطن موريتاني. انا مواطن موريتاني انا قلت لك. ايه وعندك الحق، عندك الحق ولا ما عندك؟ عندي بعد الحق وحقي قابل. ايه وانا انا متعديك، انا متعديك تركتيات تسكتني. سكتر واحد سكتر واحد صالح. شوف اخي الكريم موريتاني قابل الانديبندونس 1960 1900 نين قبل خلاقتك، نين قبل سابق خلاقتك، روحاني ما في سابق خلاقتك، سابق خلاقتي، سابق خلاقتي. يعني عدنا شيء من الكولة، عدنا شيء من الكولة اللي يموت الصبح النهار الثاني موريتان خاسر. طيني كلامي، طيني نتكلم. تفضل. أنا 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 معارض الحكم يغير ما نظرتي ملي ما هي سوداوية، ما ننكر شيء خالق صالح خالق. ولا نقمض ملي عن شي خاسر نتكلم فيه ونقول فيه الحقيقه. شوف موريتانيا استقلت 1960 العاصمه ما فيها مستشفى واحد ولا كوليج واحده ولا ليسه واحده ولا مدرسه واحده. تكايس معناه ان موريتانيا انه ما عدل فيها شيء.
لماذا ما لا يوافقك عليه رجاش؟ لان موريتاني كان سون جي دي بي استقلالها 100 مليون دي دولار، اوجوردي 6 مليار فيرجل 6 دي دولار. سمعتني، موريتاني استقلالها ما عندها جيش، عندها ان ارمي وعندها لا غارد ناسيونال وعندها لا بوليس ناسيونال، ويطلعوا وينقزوا ويخلصوا. سمعت عندهم اداره. موريتاني جوسكا لاني جوسكا لاني 80 1980 ما عندها جامعه، وعاد عندها جامعه. موريتاني مجيت العسكر لها عندها 600 كيلو متر من الطرق المعبده، وعاد كيف وموقفه ذم، وجات مده ثانيه ووفات عادتها 1200 كيلو. موريتاني ما كانوا فيها دي سوسيتي ناسيونال يعدوا دي زانفراستركتير، وعادوا فيها دي سوسيتي ناسيونال عادوا فيها دي زانفراستركتير. موريتاني فيها 18 مستشفى، سمعتني، وفيها بلي دي 200 يونيتي ميديكال موجوده فيها. موريتاني ما كانوا فيها الاطباء ولا الدكاتره عادوا فيها، ما كانوا فيها ليزينجينير عادوا فيها. موريتاني من قبل تاميمها من مين فورما لا سوسيتي كانوا قابلين لي فرونسي، كانت عندهم مشكله انهم قاع ما يقدروا يجيروا لا سنين ولا يقدروا يمشوها، ومشاو عدلوها. انه فهم دور يا دي بروغري. لا تخش لا تخش لا تخش لا تخش في شيء، لا تخش في شيء، خليك اللي نقول ما تعرفوا. انا ولي سنين، انا ولي سنين ولي من فرما. القضيه فوق، القضيه نعرفها. حلوة في كلامي، حلوة في كلامي. انا سويت لك سؤال، احنا رجعت السنين اللي انت ولهم ما نبقيهم يظلموا، لانهم عدلوا لي ان سوسيتي وحافظوا لي على 78% من ممتلكات ديك الشركه، وجروها لي من 1974 هما جروها لي الى يومنا هذا، وهي لا ديزيام سوسيتي سي لو بلان افريكان دومين، هي لا ديزيام. حانيني حانيني وفي كلامي، حانيني وفي كلامي. موريتان موريتان افانسي يا غير مولي خالقين مشاكل يتعلقوا بالبنيه الاجتماعيه والراس المال البشري وتوزيع الثروات والعداله، انا ذا معاك فيه. ليديكاسيون كان قابل طريق زمانك انت تقرا فيه، كان رقاش قابل كونكور سون نيفو، كيف نيفو رقاش اليوم عنده دكتوراه، لانه كان لي جون دي باتريوت وكانوا يقروا الفضاء، ما هي مهمه عندهم واحد يطلع ويبقى يقري الناس ويبقى يفورمي الاجيال. هذا هو اللي عاد لك انت عندك نيفو انتلكتشال، وعاد لي نيفو انتلكتشال عند لا جينيراسيون اللي انت منها، واليوم المتضايقين ومدقق عليكم حال موريتان، لان راجل من الزمن اللي خدتوا انتم فيه، الرجاله فيه كان واحد منهم باكونكور، اللي يقعد اليوم مع لي دكتور، هما لي دكتور ما حذاهمش، لانه اذا كان حق عندكم وجدي عندكم امنين بالدوله، اللي خلق شنو هو؟ خلقت ان بيريود دي تان، خشوا فيها لي زانستيسيون دي بروتون وودز، اللي قالوا لا بانك مونديال، اللي قالوا اف ام، وهاو سي دي زانستيسيون ما يجوا البيض ما عاد فيها لا كوربسيون، يس ولا يتسكر بها الناس، معرفه. وجاو ولانساو لو بروغرام داجستمون ستركتيرال ولو بروغرام دو ريدريسمون ايكونوميك، وتلاقوا موريتاني تقبل الدين وتقبل الفضاء. موريتاني ما كانت تقبل الصدقه، لانه في لاريك عرب كايس يا راجل. السلام عليكم، هذا مطولات مطولات ان ريتروسبكتيف على موريتان، قد نقول لك انا فيها ونقول لك تاريخها كامل. انا ماني متكلم عن الستينات، ماني نتكلم عن الستينات الى ذاك، نتكلم عن سؤال مطروح لك انت مباشر، ملي متعدي قلت لك عني مرتي الثالثه نقولها لك. اذكر لي سيكتور واحد في موريتان، واحد سيكتور واحد سيستم بيومتريك. شنو؟ لي سيستم بيومتريك. اه بيومتريك، والله بيومتريك يوكل الرجاله، يوكلهم ويشربهم، يوكلهم حنيني بيومتريك. انا في كاردانديتي، كارداندتي وباسبوري. قول لي بيومتريك لا كيسيون كي سيبوز اوجوردي، من دون قاعده بيانات شنو من خطط التنميه اللي تطرح للمجتمع؟ ما هم خالقين؟ ايوه سي فريمون دوماج، سي فريمون دوماج. نو نو، انت اليوم عندك بادجاك تشتغل به، وعندك سوشيال سيكوريتي، عندك ذا فام سوشيال سيكوريتي عندك، وتشتغل وعندك بادجاك وعندك اي دي وعندك يو درايفنج ريكورد، وتقبل باس، وتقول لي انا عندي سيستم بيومتريك ما مهم. هو ما تقدر تخلق تنميه من دونه، ولا تقدر تعرف المواطنين المرضى والاصحاء والفقراء والاغنياء ودوبل امبلوا من دونه. يعود ما عندك قاعده بيانات تعرف ليش تقال ما يشتغل التلميذ الماو تلميذ، انت ما تقدر تعدل خطه التنميه. I thought you was very a wise man, but خلعنا is not. The biometric head. Are you accusing me of not being wise man? I said I thought. I thought. Okay, I'm just try, you know. المهم شو السيستم بيومتريك؟ لاك سمعتوا، n'est pas un système nécessaire ومطلوب من ذاك الوقت. أنا شوف. Pour voir l'impact, il y a qu'une gueule en dole
دولة تقدمت ولا دولة ما متقدمة خرس المواطن الموريتاني، خرس مواطنها. أنا إلى عاد مواطن خليني ستة بلاي، إلى عاد المواطن، إلى عاد المواطن قرا، إلى عاد المواطن عند المواطن عنده الصحة، إلى عاد المواطن عنده الشغلة، إلى عاد المواطن ذوك هو متغير فيه هو شيء بيرسونيل ما شخصيا. هذا هو التقدم الكريم. احنا اذا اعطينا كاع كارتانديتات الموريتان كاملين. انا براسي ليس ولكن السؤال هو عرف لي لو بروبليم شنو هو وكرسون لي زالتيرناتيف. لو بروبليم راه هو شو يطرح لي سؤال غادي نجاوبه. لا اكسبوزي شو هي موريتان طرحت لي سؤال كايز حد كايز قال حنين السؤال يفصلوا لك شو موريتان عنده لومي وعنده لي بواسون وعنده لور دفام وعند قلنا احنا دي هكتار صار حين الزراعه وروايات وعنده يد عامله. انت ني ما دير ان فالور اجوتي على ذا الخام اللي عندك كوما تعود لي جون ريش وكوما تكري دي لامبلوا ني تعود انت تي ني في با ان امليوراسيون دي برودوي كتيا تي لي برودوي اللي تبيع العالم خام. احنا قلنا على انه الفو شونجي لا ستركتور ايكونوميك معنى انه ما تتكلم على انت تطرح لي سؤال وتجاوبني شو شو ما جاوبتك انا سولتك الى عاد ما سبي عليه جواب. انا هو الحكومه انا ما الحكومه ولا نشتغل انا 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 هي السؤاليه في والله ما لك فيها. انا حر في راسي كيف كل مواطن موريتاني كل مواطن قاعد في العالم. انا العقليه اللي عندي عن في فاكونتي وتقول تبقي تقول ما مقاطعك رجاج تفضل. لا انا 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 عندي عقليه عن كل انسان حر حر في راسه حر في مبادئه ونحترمهم لو نقدر ما نتوافق معاه فيهم يقال نحترمهم لك فهمتوا احترموك انت ومواقفي انا نفرصيهم. هذا هو الفرق نفرصيهم ذيك ما عايز علي نقولهم ما يقدر يقف علي رقاش يوقفني ولا خليني نقولهم لك فهمتوا. طرحت لي سؤال شوف احنا اللي عند موريتان نعرفه كاملي ولا خافي على حد اوكي لك فهمتوا. الدولة الموريتانية الدولة الموريتانية هي ظالتها تقبل أولادها وتكريهم دولة الحكومة دولة موريتان تقول هي خالق الدولة وخالق الشعب. الشعب جزء من الدولة عندنا عينك للحكومة والشعب. الحكومة شو قالك شيء قال له ديتا بوزيسيون ديكزيستانس دان الحكومة الحكومة بيرو ان غوفرنمون شو الحكومة تبدل يجي حكومة تجي واحدة ثانية. يا قال الدولة الدولة تبقى في ماتيا دائما فر يسوى الصبح انت عت رئيس ومشيت وجيت انا مع الدولة باقية تم ليتا ريست توجور سي كي شانج سي لو غوفرنمون اي لا بوليتيك كي شانج. يا قال في ماتيا الدولة هي اللي عندها السلطة هي الدولة. الناس ان الدولة تنقال للشعب ولا تريتوار ما خالك حد ما يعرف حد ما يفارق بين الدولة والحكومة مع انه كاع ماني شاد على اخبار نتكلم على الكيان كامل. ليتا موريتانيا دولة موريتان هي المسؤولة عن المسائل اللي نقول لك ونين تعود دولة الدولة كاملة قاع يسوي شلي ما هي ان ريبون با او زيكجيجانس لك فهمتوا معنا ما يدور قاع ولا ينافع شو أول شيء منها نقالوا الصحة. هذا من واجب الدولة الموريتانية. إحنا نتكلم عن موريتان فرض على الدولة الموريتانية تداوي أولادها كاملين سياني أبيض وكحل وكطويل ورقيق وقليل مواطن موريتاني نفاري كاملين عندهم الصحة. شو لا تقول لي أمريك لا تقول لي أمريك لا تقول لي أمريك لا تقول لي أمريك ماني قايل لك تعرف اني ان 2017 عدت ان بروغرام دين اسيرانس ميديكال يونيفرسال ان موريتانيا بروبوزيت على الحكومه. حاني شوف هذا مسائل فرض على الدوله الموريتانيه توفر من المواطن الموريتاني. قلت لك منهم الصحه معاك قلت لك منهم ما سمعتك معاك في النقطه الاعلام دراسه فرض على الدوله الموريتانيه التعليم تعلم اولادها يوم المدارس ما هم خارقين. إذا سمعتوا معاك وأمن وأمن المواطن الموريتاني يا غير قولي شنو هي الطريقة اللي نصحوا بها للسيستم دي سانتي والتعليم ندوروا شنو هي الأفكار اللي عندك اللي قاعد نقولوا نصحوا بها التعليم والصحة نقولوا لا تفضل نقولوا لا تفضل لا يقولوا واحدين سي تلما شير واعر وزقنا فيها ياسم الفضة. اللي عندنا من الفضة نزقلوها في الصحة واللي عندنا من الفضة
نزقلوه في التعليم. تعليم ليقولوا واحدين، ليقولوا واحدين ذا واعر 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 واعر، او عارف منه الجهل واللي هو المخسر موريتان، وهو عارف منه المرض. الجهل كاع هو المخسر موريتان، اللي كانت موريتان صالحه اليوم قارين لما يوقع لكم يا خوتي، اذا ما يوقع لكم انا نقبلك 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 وان اكزامبل، لا جوست واحد ان سيل اكزامبل. السنغال هذا اللي حدانا، اللي عنده اللي عنده من شيء حبيبات قرته، نحن نتداوى عند السنغال sometime. yeah ياك سمعتوا، نحن اولادنا يقراو في السنغال والله، ونينجي يقولي السنغال ذا اللي حدانا ابتنا يا قارب، ابتنا باش ابتنا برشاده، يحاولوا يا قارب ما فات ما فات مزاج هات خطانا نحن، احنا يعني تقعين نقارنوا معنا نحن وكان خطانا. يا دكار اكزيستي ساب الانديبندانس ساب تخرج نواكشو دكار موجوده وفيه لا تسموا شو خالقة عقلية يقولوها لكم السياسيين دائما يردوكم على اللي زاني 60، احنا ما نراجعين للستينات، احنا متكلمين عنه ضارك الساعة اللي عندنا رجالة وعليات نتخموا يا والله خلوا عنكم الستينات، ني نرجع لك للستينات نعرف نقول لك عن ذلي وعادل في الستينات أخير من اللي وعدت ضارك. رجعت على السنيم ومي فرما، شو مي فرما مي فرما اللي هي تقولوا عن السنيم ضارك، كانت موريتان عندها 1% منها 1% كانت عايشة منها موريتان كاملة ذاك 1%، كانوا ما كانوا يشتغلوا في السنيم، كانوا عايشين في بال وبقرهم وحيوانهم ومزارع. يا مسلم مولانا يا مسلم مولانا شوف أنا اشتغل عن كونيسانس دي كوز وارجع للارشيف اللي عند موريتان. موريتان كانت تجبر ان ترجع الى الستينات، اللي نقول لك الان اكزامبل ونتخطى الستينات. الستينات عندنا 1% 1% 1% من 73 عاد عندنا 100%. شو ما يجي واحد ولا يجي رقاج ما كان موريتان ويسرقها، وهو اصلا ما هو الفضا ما هو جايبها من بوه ولا ابو جد ذاك ولا جد ذاك. والحق للشعب الموريتاني يا الموريتانيين، وهذا اللي نقول الناس اللي صنتوا لك انت الناس اللي صنتوا لك يا الموريتانيين، عودوا عارفين عن موريتان ما نهري تقدم ما حد انكم تقولوا هذا من القبلة وهذا من الشعب وهذا من الساحل وهذا من الأدرار وهذا 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 وهذا، وما حد انكم تقولوا هذا قريبي وزير وهذا واللي عمي مدير، هذا ديروا في روسكم معاك ذاك. الموريتانيين عودوا عارفين عن موريتانكم كاملين إلى صلحت صالحكم كاملي وإلى فزت فاداتكم كاملي. عندكم مثال، أنا وذا الراجل نتكلم معه ذلك هو في أمريكا وأنا في بريطانيا، شو السنة نهربوا عن موريتان وفرصين عليها إلى عدو اللي يقولكم أنا ماشي نقول له أنا ما حق عنه مفرصي بي، لكن إذا الجابرين هون جابرين في موريتان نختاروا تموتاقين ذماتنا وأخواتنا وهن نحاز علينا وفرص علينا على نمرق موريتان، نختار ونرجع لهارينا ونخدم الموريتان ونبنو موريتان ونعدلوها صالحة. يا قارف ما تيع رجالة وعليات من المافيا هم المخسرين هذه الدولة، ونين يتكلم رقاش يشكرف، ونين يتكلم رقاش يكركر، حد يبقي موريتان يبقي لها شيء صالح. وهذا السؤال قبيل طرحت على السؤال وغطى قبيل ما تطرح للراجل السؤال بصفته هذه، ايش ظاهر لك من الناس اللي يقولوا عنهم يمشوا ويظاهروا والله يعدلوا يقول لي هذا السؤال العنف، هذا السؤال يا قارب بيتعود فهم ثلث القضية. شوف أنا العنف ضده يا قارب ذلي وعدل فركيز مدن حاز عليه وفرصات ما تلا عنده كون ثم رقم تظاهر شكاو شكاوايا أكثر من عش شكاو وشكاو 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 ويخلصوا فالتهم وإنترنت يخلصوها ولهم جابرينها والضو يخلصوه، وهذا حال موريتان كاملة ما هو ركيز وحده، هذه موريتان كاملة بصيبتها. مع أنه كنت وزل أي إنسان وتم تفرصي على مسألة تفرصي على مسألة وحقه ما أنك عطيه له نهار يجي ويطرطق عليك، مع أنك هذا معدل أنت براسك. إحنا لنا سنوات نصقوا على إنترنت ما يخالك وعلى كوراه ما هو خالك، ولكن المدير يقول لك صنع لك يجي ويجيب كذيبة وتبه تيرة ويمشي كرشو قولي كبيرة وكرانتو ما ريتو والما ما ريتو ولا ريتو شي. شو صلا رياكسيون اللي عدت الدولة الموريتانية كان معدل شي صالح عزو على ذو اللي صنع فركيز ونقزوهم فركوات نقزوهم ونقزين علاش
ما تنكزوا الوزير ويتفخروا واحدين هون يقول الرئيس الجمهورية عدل لنا شي صالح نقز عن هذو الناس اللي كانوا في ماتيا الوالي وهكذا. أو الرئيس الجمهورية السلام عليكم لا عاد يصنع السلام عليكم فاضت كورونا منين قاست عوز على الرجال والعليات اللي كانوا فالت كورونا المليارات على المليارات من لقية الفالت كورونا معنا رقاش معنا رقاش شوف شوف أنا ماني قريب لك من موريتان مقرش أنا عليها يعني ماني قريب لك من موريتان وهناك قريب لك هناك قريب أنت ليانا من موريتان وقع وقل علي أنا ماني قريب لحد الموريتان أنا بقي ما سمعتها قلت لك انك قريب لها بحكم السن قريب لها انا لا عصر يا قير شوف نبقي موريتان بارك الله فيك عزتها في دمي بارك الله وفي لحمي وفي عظامي يا قير ما مونك عندي للمعدل موريتان شوف رئيس جمهوريه انتخبوا الشعب موريتاني انتخبوا الشعب الموريتاني عادلوا سنتين ما قد خاطبهم ما قطو قعد خاطب الشعب الموريتاني السلام عليكم يا الموريتانيين الموريتانيات عيد مبارك لا عيد مبارك ودعتكم مولانا ما قط خاطبهم دائماً يخالهم بالأعياد وعيد الاستقلال يخالهم بالأعياد ما قط عدلها وقف فعلية وقف فعلية مش عاد أقول يا ريشارش وقف فعلية ما قط خاطب الشعب الموريتاني خاطبه بتويتر يكتب عن تويت مهي الشعب الموريتاني وكذا السلام عليكم السلام عليكم هذه محقرانية ايش لك دي فيديو اللي فيهم قضيه عدها لا اكتبها قا هذا راي مهم تعديك انت مولي تعدوا لك انت انا متاكد لا تعد ما شفتوه انا متاكد مرتين انا ما متاكد مره واحده متاكد مرتين ساعدي عاد رئيس ما قد خاطب الشعب الموريتاني مره واحده ان سلفوا العيد الفايت العيد هذا الفايت لك باش ماشيين واعدين السماء واعرين ما قد يخاطب الشعب الموريتاني العيد الفايت وقف فعليا خاطبهم بتويت وانا هو المطلع اقول في فيسبوك مطلع طططط مهني الشعب الموريتاني وعيد مبارك الشعب الموريتاني عين بنتي اللي قاعد انترنت ما يعرفها تويت قاع ما يعرف شنو ما يعرف قاع معناه شنو هذا هو اللي يفهم لك انا عنك انت يا الدولة ما يعطيه ولا احترام للشعب الموريتاني ولا تقدر يا اخوتي هذا ما همونك تسرق فالتي وحاقرني بها ايماجين لا ايماجين عن بايدن اليوم بايدن اليوم انتخب رئيس ولا يخاطب الشعب يقول لي هذا الشعب خاطبهم شك شور كل شمس نهار يتكلم مع يقول لي مع امريكيين به اللي يعرف عنه هو مجور فهمت خلصوا الشعب الموريتاني ولا يقرر فيه عن هذا رئيس ولا يقرر فيه عن ذا وزير ذا تخلص به من فلط الشعب الموريتاني هذا الراجل خدام للشعب الموريتاني يوخرنا واحد ذاك النهار هذا ولد عمي وانا ولد حد اسمه ولد عمي ولد عمك يا صاحبي وقد بيه شهر خيمة بوك والله خيمة امك هذا الراجل مجهور رئيس على الشعب الموريتاني ما مجهور رئيس على قبيلته ولا عشيرته هذا قلعوه من روسكم ما حدا فيكم هذا من القبلة وهذا من الشرق وهذا من الساحل ما يصلح منكم شيء ويتوطاوا عليكم الرجالة only the two today is the third وراني عاطيك مناتيا شهرين ولا ثلاثة دور شوه المجاعة الناس ما عندش يتوكلوا أنا راجع عند مولانا أنا جسوي زاني كونمس أنا ده اقتصادي ونعدل برامج اقتصادية يا ربيع نتواجع معك بس ما بوزو فات وراجل أعمال الموريتاني نقول لك الموريتاني ما شاء الله الله يزيدك يا قار I have to go because I have no time okay have a wonderful time we will speak sometimes إن شاء الله I hope you said everything you want to say أيوة مرحبا بك مرحبا بك وباخير مرحبا بك مرحبا على العموم بعض ويسوع لي نتعاد بانه هو فاهم منبر من لا منبر له معناني ماني اي انسان خشون معناني يحترم ونحترم وقته
وخليه يقول اللي يبغى يقول، وهذا هو ده هو الفرق بيني مع الرويبضة، فاهم؟ لاني ماني مبرسي رقاج على انه يتبنى الفكر اللي عندنا احنا، والله ذا اللي مقتنعين به. تو لاني قبل شخص ثاني يتكلم يقول اللي يبغى يقول، تو انا حول تليفوني له سمحوا لي بيا اللي باترية كيف شي ضعيفة. تو لين نرجع للموضوع اللي كنا نتكلم عليه اللي هو قضية اكسبو، فاهم؟ متأكد على انه لا شيء عنده الخارج مرتاح بيتحسن، ذاك هو اللي ظاهر لي. ما نقل عن فنية سيئة، وذا يخلق خارج للناس برخ، خارج للناس برخ. سمح